اوكي، بسم الله. خلينا كده نكمل شغلنا على الديفايس درايفر. دلوقتي انا مهمتي ان انا نشرح حاجه اسمها الموديول بارامتر. ايه الموديول بارامتر؟ تعالى نفتكر مع بعض كده في السي. لما كنت بتيجي تباصي للمين فانكشن ارجمنت اللي هو ار جي سي مثلا وبوينتر تو ار جي في، بحيث ان انت لو حبيت ترن من الاكسكيوتبل لاين ذات نفسه او من الكوماند دي مثلا، بتيجي ترن الاكسكيوتبل بتاعك وتدي له بارامتر. ده نفس الفكره برضو. هل الموديول بتاع الكيرنل بيسبورت حاجه زي كده؟ اه، انت ممكن قبل ما الموديول يترن تقدر تدي له وانت بتعمل له انس مود، يعني يعني حاجه شبه كده مثلا. وانا باجي اقول انس مود مثلا للهلو فور اكزامبل، يعني هلو دوت كي او، اقول له مثلا كاونت بيساوي 5، ماشي. انا بدي له بارامتر وانا ايه بانسيرته. فتعال نشوف الكلام ده بيحصل ازاي. اولا في مكتبه لايبرري محتاجين نضيفها، او هيدر فايل سوري محتاجين نضيفه، اسمه موديول بارام. موديول بارام ده الراجل ده جواه ميثود اسمها موديول اندرسكور بارام، بنقدر من خلاله نقول له ان ده الموديول اللي انا محتاج انسيرته وانا شغال. فتعال فور اكزامبل انا هعرف فاريبل انتجر كاونت بيساوي 0، وهاجي اقول له موديول اندرسكور بارام بالظبط كده، وهاجي اقول له مين اللي انا عايز اديهولك الكاونت. طيب والراجل ده نوعه ايه؟ انتجر. طيب ايه البرميشن دي؟ هنتكلم عليها كمان شويه، بس خلينا دلوقتي هفترض معاك ان هي بزيرو. اوكي، دي مش ديفولت فاليو. الديفولت فاليو اهي دي بيرميشن. يعني خلينا كده برضو نروح للموديول بارام ده الهيدر فايل بتاعه، وهنبتدي نقرا مع بعض الحاجات دي. فهنا مثلا فور اكزامبل يعني بيجي يقول لك الستاندرد تايبس اللي انت ممكن تحطها في التايب دي، يا اما بايت يا هيكس انت يا شورت يا انسايند شورت يا انت يا انسايند انت يا لونج يا لو لونج. لو عايز تعمل سترينج يبقى اسمها تشار بي. لو عايز بوليان اللي هو صفر وواحد بتقول بول، او انف بول اللي هي العكس، يعني اللي هي عكس البول. والبرميشن دي هنبتدي نتعرف عليها ونشوف ازاي تبص لها بيرميشنز. فواحده واحده يعني احنا ماشيين ستيب باي ستيب. اوكي طيب، استفدت انا ايه بالكلام ده؟ تعالوا فور اكزامبل نعرف مثلا هنا اي، بناخد بالنا ان الكيرنل او الميك فايل بتاع الكيرنل شغال بستاندر سي 89. فانت لو جيت تعرف انتجر اي جوه هنا هيجي يديك ايرور يقول لك الكلام ده allowed في سي 99 بس. فعشان كده احنا بنعرف اي بره، وهنيجي نقول هنا اي بيساوي صفر فور اكزامبل، وبعد كده نقول اي اصغر من الكاونت واي بلس بلس. اوكي، ومش محتاجين نعمل كيرلي براكت. يبقى انا بالشكل ده لو انا وانا بانسرت الموديول بتاعي خليت الكاونت ده مثلا ب5، يبقى هلو ولد دي هتطبع كام مره؟ 5 مرات. طيب تعال ناخد برضو الفول لوب دي ونحطها هنا اهو. طبعا كده هيدينا ايرور عشان الاي مش متعرفه، فنعرف الاي. طيب تعال نميك شور من الكلام ده، تعال نعمل ميك. هاجي اعمل ميك نشوف لو في ايرورز نبتدي نعالجها. تمام زي الفل. هاجي انسرت مود هلو دوت كي او، بص انا هدوس تاب. بص عمل ايه؟ كمل لي، بيقول لي خلي بالك في حاجه عندك اسمها اكونت، هتدي لها فاليو ولا لا؟ فانا هاجي ادي لها مثلا فاليو، او تعالى الاول ما نديهاش فاليو خالص، وتعالى نعمل دي مسج كده مفيش حاجه اتطبعت خالص. كويس تمام، لان انا الفول لوب ما دخلتش فيها. طيب تعالى نريموف الهلو دوت كي او، وطبعا نعمل دي مسج مفيش اي حاجه خالص. طب تعالى انس مود تاني بقى، بس المره دي هدي للكاونت دي مثلا 5، وتعالى نعمل دي مسج هتلاقي هلو طبعت 5 مرات. ودي فكره ان انت تباصي للموديول وانت بشغال بارامتر. طب ده يفيدني في ايه؟ تعالى نتكلم مثلا على مستوى الهاردوير. هي طبعا دي مش احسن حاجه بنعملها، في حاجه تانية اسمها اي او سي تي ال او انبوت كنترول. بس يعني فور اكزامبل انت ممكن البنايه اللي متوصله عليها مثلا الليد تبقى هي البارامتر اللي بتباصيها، يبقى الموضوع كونفيجرابل اكتر. انت وانت بتانسرت السيستم الموديول بتاعك بتقول له السيرفو موتور مثلا او ال ال سي دي دي البنات متوصله عليها وهكذا. طيب تعال نعمل دلوقتي سودو ار ام مود هلو، ونعمل دي مسج هتلاقي جود باي برضو اتطبعت ايه 3 مرات. اوكي ده كلام جميل. تعال دلوقتي نشوف البرميشنز. انا دلوقتي لو رحت على الفي اس كود تاني هلاقي ان الزيرو ده تقدر تبدله ببرميشن. برميشن يعني ايه؟ يعني مثلا فور اكزامبل لو انا عملت، او اكشلي قبل ما اسم سوري قبل ما ندي برميشن عايز اوريك حاجه. تعالى اعمل سودو انس مود تاني معلش للهلو دوت كي او، واقول الكاونت مثلا ده بيساوي 3. اوكي طيب، وهعمل ال اس سلاش سيس. السيس كفولدر ستراكشر في اللينكس بيبقى هو اللي بيحتوي على كل حاجه ليها علاقه بالكيرنل. يعني مثلا لو كلاسز بتلاقيها فيه، لو في ديفايس درايفر، لو في موديولز، لو في مثلا ايه تاني، يعني
الكيرنل بشكل عام وهو بينيشيت الدرايفرز بتاع اللي احنا عارفين ان ايفري سينج في لينكس از فايل، فانا بالتالي وانا سيستم بيبوت انا مثلا عايز ارن الموديول ده فبحوله الفايلات على السيستم في اي مكان في سلاش سيس. اوكي، فانا لو عملت ls سلاش سيس تعالى بس نشوف كده، بتلاقي عندك بلوك باس كلاس ديف ديفايسز فيرموير فايل ستراكشر هايبرفيرزر كيرنل موديول باور، فانا هخش على موديول لان انا الهلو موديول لو دوست تاب كده هيقول لي في 285 possibility. طبعا ده الموديولز اللي عندي، انا بقول له مش عايز كل دول نو no. انا عايز هلو، في فعلا موديول عندي اسمه هلو لان ده اللي انا عامله انس مود. لو عملت ls للراجل ده هنا كده في شويه حاجات كده من ضمنها السكشنز مثلا اللي موجوده في الميموري، يعني تعالى نكات اقصى حاجه ممكن نعملها هنا استركت مثلا وندي له سودو عشان انا في المكان ده محتاج سودو بيرميشن، هتلاقي مثلا في حاجات كده بيطبع لك ادريسيز ومش عارف ايه وعناوين، حاجات شغاله تبع الكيرنل. طيب بس احنا لغايه دلوقتي مش شايفين ان في حاجه اسمها بارامترز. لطيف، طيب تعالى نريموف هالو ده ونرجع تاني على حته البيرميشن دي، وهقول له انا عايز بيرميشن ريد رايت لليوزر وريد رايت للجروب وللاذر مش عايز حاجه، يبقى عامل او اكشلي ممكن نخليهم مثلا أربعة، يبقى انا كده عامل ريد رايت ريد رايت وفي الاخر خالص عامل رايت بس. اوكي سوري ولا دي ايه رايت بس لا دي كده ريد بس سوري ريد بس، يبقى ريد رايت ريد. طيب تعالى نعمل ميك للكلام ده، احنا عملنا ريموف زي الفول، تعالى نعمل ميك. جميل، طيب بعد كده هاجي اعمل سودو انس مود هلو دوت كي او وهيجي يقول لي كاونت بيساوي 3، انا هديله اكشلي خلينا نديله 5، اجي اعمل دي مسج وبس خلينا نمسح الدي مسج بعد ما نشوف. يبقى انا كده الهلو طبعت 5 مرات اهو 5 مرات. طيب تعالى نعمل ال اس للمكان اللي انا كنت فيه ده تاني، بص يبقى ايه اللي ظهر المره دي بارامترز. دي فكره البيرميشنز، انت لما كنت حاطط في الاول زيرو انت بتقوله ان هي انفيزبل، انا مش عايز البارامتر ده يبقى موجود في الفولدر سيستم او في الفايل سيستم، لكن لما بتدي له بيرميشن بقى انت عايز بيرميشن كذا لليوزر بيرميشن كذا لكذا بيرميشن كذا لكذا، بيبدا الحوار يبقى اكزيستنج معاك. طيب تعال نخش جوه بارامترز دي ونعمل داش ال عشان نشوف البيرميشن. بص فعلا لقيت في بيرميشن ريد رايت ريد رايت ريد. طب وده هيفيدني في ايه؟ هيفيدك ان انت ممكن according الران تايم ودلوقتي السيستم شغال تقدر تغير في الكاونت. احنا فاكرين واحنا في الاكزيت كنا بنطبع بمقدر الكاونت اللي هو دلوقتي بكام؟ ب5. يعني انا لو رحت عملت كات للفايل ده، تعالى نعمل كات للفايل ده اللي اسمه كاونت، هنلاقي فيه 5. حلو، طب انا هغير الفاليو دي، تعالى نيكو 3 مثلا في الفايل ده permission سودو اوكي عشان هو عايز يوزر، خلينا نديله 2 مثلا، نديله 2 ماشي، ونعمل اكزيت نرجع تاني كده نكات الفايل ده تاني. الفايل دلوقتي بقى فيه كام؟ بقى فيه 2. حلو قوي، طب تعالى نعمل ريموف للهلو ودع كده نعمل دي مسج، هنلاقي الجود باي طبعت مرتين بس، فدي حاجه قويه جدا، انت ممكن اكوردنج للران تايم تغير في البارامتر ده كويس، مش محتاج ان انت تري كومبايل الموديول بتاعك عشان تقدر تدي الفاريبل ده تديله فاليو جديد. ودي اللي بنسميها الموديول بارامتر. بس انا عايز قبل ما نقفل نروح مع بعض نبص في السورس كود بتاع الموديول بارامتر ده، احنا اتعودنا دايما ان احنا نبص في الاكواد بعينينا يعني، فلو رحنا للراجل ده الموديول برام ده هتلاقيه ان هو بيقول لك ايه، ان انا باخد بيرميشن. البيرميشن دي تقدر انت سعادتك تجيبها منين؟ في فايل اسمه ستيت، ده عادة لو انت بتيجي تقرا اي درايفر في اللينكس هتلاقيه بيستخدم الارقام دي، يعني ما بيجيش يحط مثلا 664، لا بيروح يستخدم الحاجات دي الديفينيشنز دي الماكرو دي، كل ما يجي الهاش ديفاين ده او الهاش ديفاين ده او الهاش ديفاين ده بيبدا يستخدمه. طب ده عباره عن ايه؟ اس هنا دي اختصار ل ثانية أنا كنت كاتب الحاجات دي، S دي اختصار لـ State، S دي اختصار لـ State، و I دي اختصار لـ iNode، إحنا عارفين الفايلات كلها أو الفولدر سيستم بيتقسم لحاجة اسمها iNodes، كل فايل أو كل يونت يعني كفايل بيبقى فيه لي iNode مخصص، فهنا S underscore I هي بس State والـ I دي iNode، ففكك منهم خالص. في عندك بقى هنا read user وجروب واذر، دي رايت لليوزر والجروب والاذر، الاكس دي لليوزر والجروب والاذر للاكسكيوت يعني، عندك مثلا ريد رايت اكسكيوت للثلاثه.
طب هو دي عباره عن ايه اصلا؟ دي عباره عن فاليوز وعامل لهم اور مع بعض. طب الفاليوز دي موجوده فين؟ في الاسمبل، في الهيدر فايل ده. طيب تعالى نفتح الهيدر فايل ده، هتلاقي فيه تعريفات كل واحده لوحدها اهي. بص اهي مثلا يجي يقول لك ايه، لو انت عايز تريد للجروب، عايز ترايت وتكسكيوت للجروب، عايز مثلا تريد لليوزر، عايز ترايت لليوزر، تكسكيوت لليوزر. فخليني مثلا فور اكزامبل اخد لك اللي انا عاملها دي واحطها لك هنا اهو، مكان دي بالشكل ده كده، وبالمره فرصه نشرح الديسكريبشن. انا بالشكل ده عملت عايز ريد رايت، ريد لليوزر، رايت لليوزر، ريد للجروب، رايت للجروب. نفس يعتبر اللي احنا كنا عاملينها، بس سبت الاذر دي ما عملت لهمش ريد يعني. بالشكل ده ار دبليو ار دبليو يعني. فده الطريقه اللي هتقابلها في الاكواد بتاعت الدرايفز درايفر، لان هي فعلا مور ريدبل، ريدابيليتي بتاعتها اعلى ومور جينيريك شويه. طيب لا، وبرده خلينا نشوف ايه الموديول برام اندرسكور ديسك. انت بتعمل ديسكريبشن زي ده بالظبط، وبتقول له ان الكاونت ده عباره عن كذا، وهنشوف الكلام ده ايه نقدر نتعرف عليه ازاي. طيب تعالى نمبلمنت الكلام ده الاول، بس نتاكد ان الموديول بتاعي مش رانن. ما في، الحمد لله تمام. نميك لو ادانا ايرورز نعالجه، ما فيش ايرورز، كويس. سودو انس مود للهلو دوت كي او، وهدي للكاونت ده بيرميشن 3، واعمل دي مسج هلو وورلد طبعا ايه 3 مرات. طيب تعالى نعمل ال اس داش ال للسيس موديول هلو بارامترز. ماشي، يلا بينا ريد رايت ريد رايت، يبقى الكلام كده ايه زي الفل. طيب ايه فايده الموديل ديسكريبشن؟ لو انا عملت مود انفو زي ما كنا بنعملها قبل كده، وقلت له انا عايز اشوف الهلو ده ايه الدوكيومنتيشنز اللي فيه، هنلاقي ان هو بيضاف لي سيكشن اسمه البرام، وفي كاونت، وبيعرف لي الراجل ده عباره عن ايه. ده بشكل بسيط ازاي تقدر تبعت للموديول بارامتر وتحط لها ديسكريبشن، وتقدر تقراها اثناء الرننج تايم والكلام ده كله. ان شاء الله الفيديوز اللي جايه هنبتدي بقى على الفايل سيستم ذات نفسه.